بناتي ومرحبا بيا عندكم البنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي شاغل بال نتاع كلشي بنات تقريبا، يعني واحد 80 ولا 90% شاغل البال ديالنا، الا وهو شنو هو. شوفوا اليوم شنو داير انايا فراسي شنو هو البنات، هو الشعر. شعكوكة البنات كما كنقول على شعري، الشعكوكة هي اللي شغل عنا الشعر وتساقط الشعر، يعني مشكل كنعاني به كل شيء هذا التساقط نتاع الشعر. وكان البنات جبت لكم جوج وصفات ما تزابيوش، مهم جدا شوفوه من الاول حتى الاخر، ماليش يكون فيديو طويل، غادي يكون فيديو مفيد جدا جدا جدا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا الا عجبكم الفيديو ديالي، ما تبخلوش بلي كومونتير لايك، اول مره تشوفوا القناه نتاعي سبسكرايب وبارطاجيو باش تعم الفائده. يلا البنات ندوزو للمقادير. البنات دابا ندوزو للمقادير. صراحه عندنا الصهد بزاف، عندنا الصهد فرونشمون، عندنا واحد الصهد قلبي غير سكت بالصهد، يعني درت لشعري هذه هي الشده اللي كتعجبني وكنخرج بها صراحه البنات. الا تضحكوا ديال الضحكو، هذه الشده هي اللي كنخرج بها نتاع الشعر، ماشي كاع بحال هكا، مي كنجمعها شويه هكا كتعجبني، حيت انا كما قلت لكم كيعجبني الشكوكه، كيعجبني الفوليوم، ما كيعجبنيش الشعر ملحوس. واخا شي مرات كتشوفوني درتو ملحوس، مي غير باش نبدل. نطولش عليكم حبوباتي، ندوزو للوصفه، وصفتين تاع الشعر. اول وصفه البنات المهم الاول نهضروا على المشاكل تاع تساقط الشعر. البنات اللي يكون عندها شي تساقط حاد، اول حاجه البنات نديروها ماشي غنبقاو نشريو في الكنايه الباستيات وناكلوهم تاع تساقط الشعر، نبقاو ناخذو شي كثر الحوايج اللي كيتكالو، ما تاخذو حتى شي حاجه. اول حاجه عندك تساقط الشعر خصك تمشي ديري لي زاناليز، لي زاناليز هما اللي كيبينو وي ماما. حيت بعد الفاصل مابقاش ندير شي فيديو، كل ما يجي ندير فيديو يجي ولي عندي. المهم البنات كيما قلت لكم فين كنا، اول شيء ديروا تحاليل. الاول تعرفوا واش عندكم فقر الدم، حيت فقر الدم كيطيح بزاف الشعر، حوايج كيكبروا كيطيح بزاف 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 في الشعر. اذا كان عندك فقر الدم واخا ديري اللي ديري الادويه اللي تاكليها وديري اي حاجه، الا ما عالجتيش الاول فقر الدم، يعني تاخدي هذوك لي بيلول ولا تاخدي المهم تريتمون، من بعد ما تولي ديري لي زاناليز يقولوا لك صافي راه اوكي ما فيكش فقر الدم، تما تقدري تبدي في العلاج تاع تساقط الدم. الله تاع تساقط، راني سخفانه اليوم، تاع تساقط الشعر. ثاني حاجه شنو هي ستريس البنات، بعدو على الستريس. واخا الحياه اللي كنعيشوها فرونشمون عندنا بزاف 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 تاع الستريس، مي حاول ما امكن تبعدو على الستريس. انا مجرباها وانا يا يعني كان ستريس شنو نقول لكم، قرعت تقريبا ولاو عندي جوج زغبات اللي ولاو عندي في الشعر ملي كنت كنمشي نفوت. شنو كيقول لك كيدير في ليزاناليز كيخرجوا مزيان، كيخرج كلشي مزيان، كيقول لك ستريس ستريس، يعني بعدي على الستريس. ستريس كيطيح الشعر بزاف 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 بزاف. المهم الوصفه الاولى هي وصفه شي سهله متواجده في اي بيت البنات، كنظن متواجده في اي بيت، سهله يعني ما ديش تكلفكم، وعندها النتائج ديالها، يعني جربوها وغادي تشوفوا النتائج ديالها. انا يا مجرباها ومجرباها، غير هي كما كنقول انايا دائما البنات خصكم تتابعوا، يعني ماشي غادي ديريها لي سيمانه ولا حتى شهر جي الوصفه ما دارت لي حتى شي حاجه. لا الحبه ديالي خصك تتبعيها، تبعي على الاقل شهرين 3 شهور باش تبان لك الوصفه، ما خاصها حتى شي حاجه الا بغيتي النتيجه. المهم ندوزو الوصفه، هي تاتا قرنفل. بنات القرنفل هذه تستغربوا، القرنفل عنده ما يعني الفوائد نتاعو كثير مهمه للشعر البنات. القرنفل بالاسبانيوليه يقولوا له الكلافو، كلافو بارا لا كايدا ديال بيلو، كلافو قرنفل، و باللغه العربيه والله ما عرفت كيف يقولوا لا قرنفل حتى هو. المهم غادي نوريه لكم في التصويره، نخرج الحيله. هذا البنات ديروه مع الله شحال كثير مع الشامبوان ديالكم اللي كتستعملوه دائما، مع اي شامبوان. المهم انا هذا هو ديالي، انا كنستعمل هذا اللي كنستعملو انايا، هذا كيعجبني بروفيسيونال ديال اللي كيستعملو في لي صالون تاع بيلوكيريا تاع لي كوافور.
بصح فين اليوم هذا انا كيعجبني حيت انا دايره الصباغه صابغه لي ماش وكلش، يعني هذا خاص الشعر اللي كيكون فيه صباغه واللي كيكون الشعر اللي كيكون فيه لي ماش، الشعر اللي كيكون ناشف اللي كيكون متقصف زويون والريحه نتاعو غزاله وماشي مضر، يعني ما فيش كيقولوا لك الاسم ديالها. المهم نتوما اي شامبو يكون متواجد عندكم، اوصي البنات اللي لا عندكم تساقط الشعر بزاف، انا يا نهار اللي كان عندي هذاك المشكل كنت كنستعمل جونسون بيبي، لحد الان كنستعمله المره الاولى باش نروي كنستعمل جونسون بيبي تاع ولدي كملتو هذا كنستعمل جونسون بيبي دائما المره الاولى كندير جونسون بيبي ومن بعد كندير هذا الشامبو ديالي. المهم البنات يا بنات غادي نشدو 250 ولا حتى 300، ما نجيش نديروها كامل هنايا، غادي تشدو شي قرعه عندكم خاويه، انا عندي هذا نتاع الكولاجين عندي خاوي الضو بحال اللي ضاربه بزاف نو دائما متقاتله مع الضو ولا هذا ما عرفش كيفاش بزاف هذا غير اي بنات اي اقرا عندكم تاع الشامبو خاويه ولا الشامبو اللي كتستعملوه ولا الشامبو اللي كتستعملوه يكون فيه 250. انا هذا عندي كبير بزاف وما نبغيش ما بغيتش نعمرو حيت كيعجبني كل جوج سيمانات نبدل. غادي نشدو قرنفل غادي نحسبو غادي نديرو شي 30 نحسبو 30 قرنفله 30 قرنفله البنات 1 2 3 اسمعي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 نتاع الشامبو اللي كان عندكم قرعه هكا فيها 250 ولا 300 غادي ديروا فيها ديريكتومون، انا عندي هذه كبيره ما بغيتش ندير فيها صراحه بزاف باش ما تبقاش مده طويله، هذه انا عارفه شحال فيها 250 غادي نشد هذا بنات شوفوا عارف الحساب ديالو غنديرو هكا بنات. المهم البنات نعمرو يعني شحال ثقيله هذه بنات الشامبو كل ما يكون طبيعي كل ما احسن الشعر، وبالنسبه للبنات اللي كيكون شعرهم كيطيح بزاف من الاحسن ديروا جونسون بيبي، الا كان شعرك كيطيح بزاف استعملي جونسون بيبي حتى توقف لك على التساقط، حيت علاش جونسون بيبي نتاع البيبي ما كيديروش فيه هذوك المواد اللي كضر بالجلده تاع الشعر، يعني كيكون خفيف باش تعرفي الشامبو اللي زوين يطيح لك على العين ما يحرقلكش العين ديالك. جونسون بيبي من احسن ما يكون بالنسبه للناس اللي كيطيح لهم الشعر ديالهم بزاف يستعملوه، انا كنت كنستعمل بزاف في المخلوم كانت عندي واحد الفتره تاع ستريس وشعري كان فرونشمون كيطيح لي وكنت كنستعملوه الحمد لله كيجيب نتيجه. المهم البنات عمرت الشامبو ديالي غادي نديرو هنايا غادي نحركو مزيان، هذا البنات خليه يومين ولا 3 ايام من بعد تقدر تستعملوه، يومين 3 ايام من بعد تقدر تستعملوه كل ما دوشو به وغادي يبان لكم الفرق، غادي يبان لكم الفرق. انايا اللي استعملت هذا الوصفه الاولى ومن بعد عندي لكم واحد الوصفه اغلب يكون عفاها بصح انا استعليها مواد اخرى اللي كتعطي واحد لا تعطي واحد الفلول خطير، هذيك اللي جربتو وداومتو على هاد جوج وصفات اللي جبت لكم اطرحهم عليا اكيد ما يمكنش. المهم البنات كيما قلت لكم هذا غتبقاو تستعملوه هو دائما حتى يكمل يتكمل لكم عاوتاني تزيدو ديرو كميه تاع 250 ولا تديرو تاع 250 وتستعملوه مره في السمانه حتى جوج مرات. واحد الحاجه اخرى دابا فكرت فيها الناس ما خصناش الشعر ما خصوش يتصل بزاف، يعني غسلو بجوج مرات في السمانه اكثر من جوج مرات في السمانه راكو كضروا الشعر ديالكم. وبالنسبه للناس يقول لي صافنا عندنا الشعر تاعنا يعني الشعر تاعنا دهني ما نقدروش خصنا نغسلو كل نهار، كاين واحد الشامبو في سيفورا زويون كتغسلي شعرك على الناشف يعني شامبو سيكو كديري كينقي لك بلا ما ديري الماء ولا ما يعني ماشي اغريسيف على الشعر. المره الجايه ان شاء الله غادي نوري لكم. المهم البنات غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي حتى هي خطيره زوينه بزاف المفعول ديالها رهيب ولا رهيب. البنات دابا كيما قلت لكم ندوزو للوصفه الثانيه، الوصفه الثانيه هي خطيره وماشي غير تقوي نبت الشعر وترطب الشعر وتعطي واحد اللمعان رهيب، مي كيما كنت قلت لكم قبل خصكم غير داموا على الوصفه. المهم غنشدو قاروره اللغه العربيه قاروره شدو قرعه، انا زعما غادي نمشي قرعه زوينه ما تلقيتش حتى شي قرعه زوينه عندي خاويه تلقيت غير هذيك تاع مطيشة. المهم بلا زواق كيفاش غادي تلقى قرعه زوينه تاخذ، المهم هي النتيجه تاخذ قرعه نتاع الزاج اوكي عندنا فيها جوج كيسان نتاع زيت زيتون بنات ماشي زيت زيتون تاع الطياب، راه كاين زيت زيتون تاع الطياب وزيت زيتون تاع الكاوز زيتون الزيت زيتون الاصليه الطبيعيه اللي ما دايرينش فيهم هذيك الملح. ندير جوج كيسان كتبان هذيك خضر مشعشع الكاس الاول وندوزو الكاس الثاني عارفين زيت زيتون وزيت زيتون تاع الزيتون تاع اسبانيا معروفه زوينه بزاف. هاد الوصفه عندها النتائج نتاعها رهيبه مي داو عليها، انايا كاين بزاف الناس تلعبو دارو هذا يعني هذا الفيديو، مي انا زدت عليها مواد ديالي كاس الثاني
جوج كيسان نتاع زيت الزيتون بنات. او فلفل البنات، الفلفله الخضراء، حنا كنقول فلفله خضراء ياك، فلفله خضراء انا قطعه هنايا وحيده. اوكي غادي نديرو فلفله خضراء وحده مويا متوسطه، انا كنديرها ثلاثه تاع مغرفات فلفله خضراء. بس غادي نديرو على بركه الله. انا قطعتها هكا البنات، كاين اللي كيحكها، انا كنفضل تكون هكا ما تكونش محكوكه. اوكي يا الله. زيت الزيتون من بعد البنات، ثوم حمراء، ضروري خص تكون الثوم حمراء. تقولوا لي الريحه، ما نديروهاش الثوم حيت الريحه جبت لكم، غادي تزيدوا معاها واحد المكون باي باي الريحه، ديروها يا سلام. هنايا مقطعاها، المهم قطعت ثلاثه تاع الريوس تاع الثوم، ثلاث اريوس تاع الثومه، تضيفوها على زيت الزيتونه. وحاجه اخرى، واحد السر البنات، ان الثوم غادي نشد شويه القشور ديالها، حيت حتى الفوائد في القشور البنات، القشور كنساو كنحطو غير الثوم. انايا شديت شويه القشور ديال الثوم ودرتو. هذه وصفه ديالي انا البنات، يعني خديت منها شويه ودرتها وجربتها. ومن بعد باش نقولوا باي باي الريحه نتاع الثوم، اش غنديروا؟ غادي نزيدوا المكون اللي كلشي كيعرفوا، كلكم كتعرفوا الخزامه والريحه نتاعها الزويونه واوسي مفيده للشعر. غادي نديروا مغرفه واحده، خرج فيها واحد العود. يا سلام على الخزامة، يا سلام بنات، مغرفة نتاع الخزامة. غادي نسد كل شيء، زيت الزيتون، فلفلة، ثوم، القشور نتاع الثوم، الخزامة باش ما تبقاش هذيك الريحة. الله على خليط كيشهي، تخلطوه مزيان 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 مزيان. هذا البنات غادي تخلط مزيان، غتغطيوه ولا ديروه في شي مكان مظلم، بحال في الكوزينه شي موضع في البوطاجي، من تحت الموضع، من تحت الموضع ابتسام الشرح في الكوزينه ولا في الماريو. لا كنضحك، ماشي في الماريو، في الكوزينه في شي موضع يكون مظلم، المهم عندنا تحت البوطاجي، تحطوه تما. ولا كاين اللي كيديروا القشيره كحله وكيحطوا، يعني احسن فهمتوا، تخليوه سيمانه. من بعد سيمانه، انايا صراحه من بعد سيمانه شنو كندير؟ كنشد كنصفيه هذاك، فين درت القريعه، المهم كنصفيه كنستقطرو وكندير فواحد القريعه وكنبقى نفشفش في الشعر، كلشي في القنوت، كلشي فين عندي الفراغات، كندلك فروه الشعر مزيان 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 مزيان. كنخليه ساعه، كنخليه على الشعر نتاعي ساعه، كنديرو مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه مع الشامبون اللي قلت لكم اللي دايره فيه القرنفل. بانت لي النتيجه، شوف شنو تقولوش، شوفوا الخليفات كامل هذا، شوفي هذه شعر شعر شعر، وهنايا هي هادي، حيت انا هادو كاملين خليفات نتاع الشعر البنات، كامل هادو خليفات اللي نادولي، حيت انايا عندي مشكل كبير نتاع تساقط الشعر بالستريس، كان عندي واحد الستريس بزاف، واستعملته ازيد من شهر، شفت النتيجه زويونه هاكي كتشوفوا، شعر قوي ومازال، يعني مازال خصني نزيد
نتابع عليه، مازال خصني عادي يزيد يقوى الشعر ديالي. اوكي البنات، هادو هما الوصفات ديالي البنات، نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. صراحه فرونشمون من كل القلب ديالي وصفات انا مجرباهم ودايرهم ومبين لي النتيجه. انا ما كنبغيش يعني ندير شي وصفه ولا نقدم شي وصفه وانا ما مجرباهاش اولا على راسي وشايفه النتيجه تاعها. المهم نتمنى نكون فدتكم، وباش تعمل فائده بارطاجيو الفيديو. نتمنى تجربوها البنات اللي جربوها، ما تبخلوش عليا في لي كومونتير ديالكم، ونهاركم مبروك احلى متتبعين. نحب بغيكم، نحماق عليكم. باي باي.